بداية حكم رئيس السيسي، ومصر حصل فيها تحول كبير في كل المجالات، وده عشان في رؤية مختلفة قدرت أنها تؤسس لمفهوم الجمهورية الجديدة اللي بتمتلك القدرات الشاملة عسكريا واقتصاديا وسياسيا وكمان اجتماعيا. إن الجمهورية الجديدة التي أراها عين اليقين سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها. إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة. تحولات جذرية شهدتها مصر خلال سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حريصاً منذ اللحظة الأولى لتوليه منصبه بأن يضع المواطن المصري واحتياجاته كأولوية، مع بذل جهود متواصلة لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار ومركز للأمن والاستقرار ورائدة في السلام والازدهار. ومنذ بداية فترة حكمه وضع الرئيس السيسي رؤية مختلفة وفكراً متجدداً يتناسب ويتواكب مع تحديات العصر والمسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة. أسس الرئيس عبد الفتاح السيسي مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. دولة ترتكز على قيم المواطنة وقبول الآخر وتسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية من خلال آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام. الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة.